المزيد مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي برحب بك معنا. يعني في تصريح لرئيس أو المستشار الألماني أولاف شولتس عقب اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في براغ، أرسل إشارات واضحة تخص دعم أوروبا لأوكرانيا وأنهم مسؤولون عن إعادة إعمار أوكرانيا. ما ملامح الاجتماع القادم في 25 أكتوبر الجاري؟ هي ثمر خلال قمة اليوم في براغ التي اجتمع فيها 44 دولة أوروبية، يعني المستشار الألماني أكد على ضرورة دعم أوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية الواقعة على الأراضي الأوكرانية. أوكرانيا في هذا التوقيت حسب وجهة النظر الألمانية تحتاج إلى إعادة إعمار، ولكن حسب المحلل هنا يعني ما هو معنى إعادة الإعمار؟ إعادة الإعمار بالطبع هو دفع أو تخصيص أموال من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ومختلف دول العالم بالطبع، ولكن نحن نتكلم عن الاتحاد الاوروبي تحديدا واستراليا وكندا والولايات المتحده الامريكيه الى اوكرانيا في المستقبل، ولكن حسب المحللين لا يعلم احد ما هو اين هو يعني متى هو المستقبل تحديدا الذي سوف يتم ضخ فيه كل هذه الاموال، لانه عندما يتم ضخ اموال الى الجانب الاوكراني ربما خلال العمليات العسكريه الروسيه على الاراضي الاوكرانيه سوف يتم تدمير كل ما سيبنى ربما في المستقبل، ولكن هي محاوله الان من المانيا لتجميع كل القاده الاوروبيين ومختلف دول العالم من سياتي يوم 25 في العاصمه الالمانيه برلين لحضور هذا الاجتماع، ومحاوله لوضع خريطه طريق لاعمار اوكرانيا في المستقبل نتيجه التدمير الذي حصل في الشرق الاوكراني بالطبع بشكل كامل. ولكن يعني هناك تعويل ايضا على نقطه غايه في الاهميه وهي تحرير الاربعه اقاليم التي حصلت عليهم روسيا الان بالقرار الذي اعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين، وضروره ايضا اعمار هذا الجزء اذا استطاعت اوكرانيا بمساعده سلاح الاتحاد الاوروبي وسلاح الولايات المتحده الامريكيه في تحرير هذه المناطق واعاده اعمارها مره اخرى. يعني هي اسئله المفروض هيجاوب عليها يوم 25 اكتوبر الجاري خلال هذا الاجتماع، ولكن الاساس فيه بالطبع هو بحث كل السبل دعم. طيب عربي، هناك تصريح اخر لرئيسه المفوضيه الاوروبيه اورزولا فوندرلاين يخص انه او يعني انها قالت انه على القاره الاوروبيه ان تعقد صفقات شراء جماعيه للغاز قبل يعني حلول الشتاء او بحلول الربيع الحالي لتجنب نفاد الكميه. ما هي المقاصد او الاماكن الجهات التي تنتوي اوروبا الاستيراد منها؟ سمر تحديدا يعني اقتراح رئيس المفوضيه الاوروبيه فوندرلاين التفاوض بشان خفض اسعار الشراء من البلدان الصديقه المورده للغاز، يعني تحديدا وضع سقف مؤقت، يعني تتكلم عن سقف مؤقت حاليا للشراء بالجمره من الدول الصديقه، هي تتكلم بالطبع عن النرويج والولايات المتحده الامريكيه وربما كندا اذا استطاع شخص استيراد الغاز من كندا، لان كندا حتى الان لا يوجد لديها في السواحل الشرقيه على المحيط اي محطات لاستيراد الغاز بسبب امور بيئيه والسكان الاصليين في شرق كندا وما الى ذلك، ولكن هي تتكلم عن الدول الصديقه للاتحاد الاوروبي الولايات المتحده الامريكيه والنرويج وربما هولندا وما الى ذلك، ولكن التركيز تحديدا على النرويج ودول شرق اوسطيه. استطاعت دول الاتحاد الاوروبي ابرام معاهدات مع دول الشرق الاوسط الدول العربيه والنرويج والولايات المتحده الامريكيه فاذهبوا هناك وقوموا بشراء ذلك، ولكن هناك من يخشى والبعض منهم ومنهم المانيا المستشار الالماني اولاف شولتز على امن التوريد، لان موارد الغاز في هذا التوقيت لو تم تحديث سعر للغاز سعر الغاز مع هذه الدول ربما ستذهب هذه الدول الموارده للغاز الى مناطق اخرى لبيع هذا الغاز، يعني دول الاتحاد الاوروبي لو اتفقت على تحديد سعر لكل 100 جوات من الغاز ربما 100 يورو على سبيل المثال وقالت لهذه الدول سنشتري كل 100 جوات ب 100 يورو، هذه الدول ستقول بالطبع لا، اسعار هذه مرتفعه في هذه المنطقه الان ربما وصلت الى 250 جوات، لذلك هذه الدول ستذهب الى اماكن اخرى. المانيا وبعض الدول الاخرى خافت من هذا الامر، لذلك المانيا يعني غير موافقه على تحديد سعر لصق سعر للغاز تحديدا، لذلك الحل الوسط حسب اورسولا فون دير لاين هو كل دوله تذهب بمفردها الى دول مورده الغاز مثل النرويج والشرق الاوسط والولايات المتحده الامريكيه و يعني قوموا بالتفاوض مع هذه الدول للشراء بالسعر الذين تقدرون عليه واللي الدول دي هتوافق عليه في النهايه، دي وجهه نظرها تحديدا. اشكرك شكرا جزيلا عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز من العاصمه الالمانيه برلين، شكرا جزيلا لك.